السلام عليكم خويا خواتاتي، صباح النور عليكم. اليوم كيف ما كتشوفوا 14 ان شاء الله غادي نديروا الديبا كيف ما كتشوفوا الاخوان. ها الماتيريال المجموع، السلوط ديال الشاو طعيمات ردينا حتى هو، وكصب دينا الاخوان الكتاب كيف ما كتشوفوا، دينا شي حاجه ديال السيرف كاستينغ والبيلوطا، ودينا السبينينغ حتى هو. غنمشيو واحد المصيد نواحي ماسه كيف ما كتشوفوا رفقة الرئيس حسين فقيري والرئيس سي محمد. كنتسنى السي محمد الرئيس سي محمد يجي يطرقني ونطرقوا الرئيس حسين فقيري، وان شاء الله بقاو معنا غادي تعيشوا معايا الاجواء ديال الخرجه الاخوان كيف ما الطريق ان شاء الله. رفقة الرئيس سيمو، سيمو عليك مولانا، الله يحفظك اخويا. الباكتاج الباكتاج غنطرقوا الرئيس حسين فقيري ياك الرئيس ان شاء الله. اي باذن الله ان شاء الله كيف ما قلت لكم الاخوان غادي نمشيو للمصايد نواحي ماسه باذن الله. يلاه تحياتي لكم، بقاو معنا في الطريق ان شاء الله نوريكم بعض المناظر ان شاء الله تعيشوا معنا الاجواء ديال الخرجه وتشوفوا لا كروت فاش غادي ندوز واحد يومين ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم الاخوان، انتم كيف ما كتشوفوا وكيف ما عشتوا معايا من الفطر ديال الخرجه قلت لكم غادي يجي عندي الرئيس السي محمد وغنطرقوا الرئيس حسين فقيري الغني عن التعريف الرئيس ديالنا الله يحفظه، وان شاء الله غادي نديروا بعض المصايد ديال المسا. انا كنعاود نكرر عليكم يعني مازال ما عندناش بالضبط المصيد اللي غادي نقصدوا، ولكن الناحيه ديال المسا يعني هذاك الساحل ديال المسا ان شاء الله اللي غادي نشوفوا. وكيف ما كتشوفوا الرئيس حسين هو ولي الكلمه. احنا الخوت هنا صراحه ما كنتش معول نصيد، ما كنتش معايا لا فيزا لا والو، كنت باغي نشوف بين العائله ونعاود نرجع، وتلاقيت مع الاخ عبد الله قال لك والو مشي نصيدو نصيدو، راك عارف البحر وكما تنقولوا المغزى ديال البحر ضروري خصك تصيد. احنا البيله اللي جا غادي ان شاء الله نصيدو نقصرو ان شاء الله اسبوعين ودوز اوقات زوينه نشاركوها معكم الخوت. وتحياتي لجميع المتابعين ديال قناه عبد الله فيشينغ وقناه فقيري حسين. هانتوما الخوت، حنا وصلنا لماسة كما كتلاحظوا معايا، هذه هي المنطقة اللي كتسمى بماسة، هي هذه كتلاحظوا معايا. تلاقينا بالأخ لقيناه عبد المجيد، السي عبد المجيد تا هو تلاقينا معاه، تلقيناه كيتسنانا تيوجه ليكم التحية. السلام عليكم مرحبا سي حسين سي عبد الله حتى هو سي محمد حتى هو حاضر معنا. يلا الخوت ان شاء الله دابا غادي ان شاء الله غادي نشدو الطريق للمصيد غير معنا في التيسير. تحياتي هانتوما الخوت، كبايله كنعزلو كبايله كما كتلاحظوا معايا كبايله حياتي عزلها الاخ عبد الله خصها تكون واقفه الخوت. هانتوما الا ما كانتش حيه ما كاين والو. يلا تبارك الله على خويا عبد الله، يلا بين لي اخي من هنا كنبدا طرياس من هنا راه الطعم هو كلشي، الطعم هو كلشي، لا ما كاينش الحي ما كاين والو. شوف ضروري ما كاين حاجه مليح راه والو، سرقاله كضرب هكا بالي حيه سردي الحي وكبايله حيه. بارك الله على السي خالد السي عبد المجيد الله عمر هذا الرجاز يعدي. الطريقه الاولى هي هذيك، الطريقه الثانيه كتشدو من هنايا كدير ليه هكا ديريكت ادي ما عندي ما نسال ما عندي ما نسال بلا شكامه بلا والو نعمس والو كلشي نقا هكا. الطريقه الاولى الثانيه حيد الكرش ديالو شدو فوق الراس ثلاثة طر هكا عندي ما نسال. بارك الله عليك حاجه سهله بارك الله عليك. كلشي مليح 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 مليح
هانتوما الخوت هو لاكلاص جا غادي نعمروها السريدلات كابايله غادي نخدم ان شاء الله عليهم لاكلاص. هاد الحاجه الاخوان هاد المعلومه هو انه كابايله هنا في هاد المنطقه ديال مسا كتبغي سرقاله حيه راه الا ما كانتش حيه ما كاين والو. شحال من واحد كيقول لك الاخوان راه مشينا صيدنا دينا كابايله وما ضربتش عليها، راه المشكل ماشي في كابايله، كابايله الاخوان شريتها بيته ولا ما مقلصاش وما ديروش ليها الملحه، راه كلوا على يقين ان شاء الله غتشدوا بها سرقاله، ما حدا كتمنى تكون حيه حيه بحال باقي في البحر، ما ديروش ليها الملحه وديروا ليها لاكلاص وان شاء الله يجيب الله النصيب وتعيشوا معنا ان شاء الله الاجواء الى كتب الله. هذيك مولانا يا الله الخوت هو لاكلاص كنا كنتسناوه راه جا غادي نقلصوا ان شاء الله وش نشوف الطريق بحول الله المصير. هانتوما الخوت حنا دابا جينا خدينا الباكتاج ديالنا الماتيريال ما كتلاحظوا معايا العمارة ديال الخيط طريقات بليمات. المهم باش نقضيو خدينا من عند الاخ فيصل حتى هو تيوجه لكم التحية، المحل ديالو هنايا في مسا راه معروف، هذا هو اللي كاين الخوت سنينرات كما كتلاحظوا معايا باش نشدو كابايلة حية بليمات باش صغار باش نسربو. المهم هذا ستارلايت باش نخدمو في الليل اللون كما كتلاحظوا معايا باش نسميتو. بالنسبة للماتيريال راه كاع الماتيريال اللي يحتاج شي حاجة كيلقاه هنا وكلشي موجود تبارك الله. أو بالنسبة للقصب هانتوما المحل هانتوما كما كتلاحظوا معايا راه اللي خصاتو شي حاجة راه يلقاها إن شاء الله في هذا المحل. هذا محل راه معروف وراه السوق ديال السمك كطلع كدور على اليمين كتلقى المحل تبارك الله. الماتيريال راه موجود يلا الخوت حنا دابا ان شاء الله غادي نقصدوا الوجهه ديالنا هي المصيد ايميغزل. كتشوفوا بعد ما وصلنا لمسا وتقدينا الماتيريال ان شاء الله حنا دابا الوجهه المصيد ايميغزل. ها انتم الاخوان الحمد لله الخضره واللي بغى شي حاجه راه كاينه في مسا، غير هذه غير نبداو فكره الاخوان والمحلات راه موجودين الحمد لله، كاين المخبزه كاين الباتيسري كاين الحمام، اي واحد بغى يجي ولا جا لمسا راه أي حاجة بغا راه كاينة. يعني في الإنسان إلا مصيد يجي يتحمحم مع راسو الجامع إلا بيصلي الجمعة ديالو وعلى بركة الله. غادي نوريكم الدوار من أش ندخلو، الدوار ديال إفنتار هو معاش ندخلو الإخوان. الاخوان انها كدير قتله للعقرب، ديك العقربه ديال البر ديك العقربه المسمومه هذه هي اللي كتاكلها سبحان الله العظيم. هانتوما كيف ما كتشوفوا اختامت وهي كتاكل ليها من اللحم ديالها. الله ينجينا ونجيكم من هاد الحشره اللي سبحان الله العظيم يلاه ولات متواجده بكثره في هاد الاخير في هاد الاونه الاخيره في هاد المنطقه ديال مسا. ما عندناش عليها معلومات بزاف مؤخرا يلاه ولينا كنشوفها بزاف كتبج غانا في الشانطي هي كتاكل. هانتوما الاخوان حنا وصلنا لشاطئ بولفضيل ديال مسا الاخوان كيف ما كتشوفوا هاد الشاطئ اللي رائع وكنتمنى من الاخوان يزوروه، راه زعما بلاص زوين
وكيف ما كنقولوا حنا مقلد. يعني شنو هو مقلد؟ هو انه فيه تمده، فيه بحال قلتو حفره، هو بلاج ولكن محفر، كيدير الكوربينه وكيديرها بلا، كيدير زريقه، كيدير المعزه، كيدير الشرغو، وكيدير الحنبل. هادو هما الاسماك اللي كتكون فيه بكثره الاخوان. كما كتشوفوا هذا هو شاطئ بولفطين. حسين هانتوما الاخوان، شوفوا هذا المصيد مقلد الاخوان، يعني فيه الفندق هذا كيدير الكوربينه وكيدير بزاف ديال الحدا الاخوان. هاد المصيد الاخوان كنتمنى تزورهم، شاطئ مسا، شاطئ بولفضيل ديال مسا الاخوان عفوا، حيت كاين بولفضيل ديال جلب ديال ميرلفت، ولكن هذا سيدي بولفضيل ديال مسا الاخوان، وما كيبعدش بزاف، واحد تقريبا 80 كيلومتر من اكادير. كما كتشوفوا الاخوان مصيد رائعه، وديال التخيام ديال العومان، بزاف ديال لي زافونتاج اللي كاينين في هذا المصيد. تحياتي لكم الاخوان، وانتم كيف ما كتشوفوا هذا هو المصيد ديال سيدي بولفضيل مسا. انتم الاخوان واحد الطريقه راه كيديروها الفلاكيه، هو شاد التواله اولا التصنيطه، وهو خرج الاخوان ما عنده غير مرشه سيكسيري باش يخرج ديريكت الفلوكه بلا ما تهرس عليه شي موجه. ها انتم الاخوان الرياس ديال سيدي بولفضيل، اللهم بارك الرياس ديال الفلايك. ها انتم الاخوان، ها وكيف ما كتشوفوا الاخوان، اللهم يسر الله يحسن العوان طرف ديال الخبز. وتحيه ديال الاخوان للجميع. شو مرخوش خير ديال سيدي بولفضيل، تبارك الله، شرغو بوري دي بوزريكات الروطالة هنايا كما كتلاحظوا معايا، بوزرو حليلي ما خيرات سليمة سرقانة تا هي هي حية، تبارك الله، يعطيك الله الصحة خير يا الله. انتم الاخوان احنا وصلنا الرئيس حسين فقيري والرئيس عبد المجيد، وحنا حطينا الطوموبيلات في الامان الله، الرئيس سيمو والرئيس عبد الاله كيف ما كتشوفوا، احنا يلاه وصلنا على بركة الله. هاد الاخوان هاد المصايد راه شويه مخلوين،
الاخوان لكن كيفما كتشوفوا حنا وصلنا انتما في استضافه الرئيس عبد المجيد استضفنا كما كتشوفوا لا غروت سي عبد المجيد مرحبا بكم الله يجازيك بخير شكرا سي عبد المجيد مرحبا بكم سي حسين اشنو كتقول اخويا في الناس ديال سوس الله يعمر اليوم الدار اخي مرحبا بك اخويا معنا راك بين خوتك عجبات تخبر مرحبا بك اخويا ايوا هادشي اللي عطى الله الناس راه كيسمعوك جيتي لهنا وبداو كيتصلوا بك رحبوا بك سي عبد المجيد الله يجازيه بخير مرحبا بكم مرحبا بكم المشاهدين الكرام الله يجازيك بخير سي عبد المجيد المشاهدين ديال الساعه ديال حتى مرحبا انتم الاخوان هادشي اللي عطى الله والمحرة اللهم بارك راه منقي يعني الله يجازيه بخير سي عبد المجيد قلنا ما فيها باس نعيشوا مع الاجواء ديال هاد الخرجه وعيش معنا حتى هو ان شاء الله الخرجه اللي تكون رائعه باذن الله انت ثاني ما كيسي الله ها انتم الاخوان من البيت من البيت للمصيد ها كاين هاد الكوشطه اللهم بارك اللهم بارك كوشطه وشي سطوحه هنا غيكونوا مزيانين هادو في الخويه وتدخل لما ان شاء الله ان شاء الله بقاو معنا غادي تعيشوا معنا الاجواء ثاني باذن الله اللهم يسر كاينين مصيد باقي على اليمين كتار وعلى اليسر كلشي هاد الدنيا تبارك الله مصيد ولي كروطه دا نتوما انا غادي قادت الفريش هذا كادو هنايا فر قد بليصه درتو ما غتمشيو تجيبو ان شاء الله الا كاين شي قريب حات قليوه في الطور على مولانا عليك مولانا انا راه غنهبط عندكم ندير شي لقطات تما المهم الا كان خصكم الغانجو عيطوا لي الا كان شي الا سمعتو الا سمعت الغوت راه نجيب الغانجو ونجي تنجري جيت جري وعطاك عليك مولانا الله ما يسير الله يسهل اخويا الله السلام عليكم السلام ورحمه الله الرئيس سيمو فيكي عجل لنا البيلوطه كيف ما كتشوفوا الرئيس تحياتي اش راك كدير كتعجن اخوياك ها سير على الله قالوا لي 20 حتى 25 داير ياك ها 20 درهم للكيلو 20 درهم للكيلو اللي داير ياك بانك وصلوا وصل 6000 ريال السنه هي اخويا بارك الرئيس هذاك الكوره مع الكوره الاخرى القديمه قلت انا بارك صافي خلينا نمشيو نخطوه له ونشوف واش تيقول السردين كاين من صافي هو واحد راه كيقوس واحد واحد كي انتوا يا اخوانا ديلا مقوس هاديك اخي عبد الله راه المقيله المقيله بغينا نقليو المقيلة المقيلة واش شي ستة بحال هذا مقيلة مخيرة دا البحر
والقضية مانعة سبحان الله. والله باش نلقى ليه وصافي السيادة حتى اللي إن شاء الله. هذا فارم غالي، هذا خصنا الفطور، خصنا الفطور أخي. ها هو باقي له. الله يجيب الله يجيب. هذيك أخي عبديلة. الله يجيب شي بوشوك. هذيك كرك كرك الروام ديالو يا خويا. الله يلعن الصبح الروام ديال الدرعي وين ما الله يلعن. على مولانا الحصيله اللي جاب الله الخوت. ها هي كما كتلاحظوا معايا هاد الحداد اللي شو وهاد المشطيه دا شدو عبديلاه وهادوك قريب حاتو النخار شديتهم انايا قبيله. المهم المقيله حنا هبطنا على ود المقيله كما قلنا لكم. ها هي راه جابها الله الله يجعل البركة. أرى ما نقليه بعدا يا الله أرى نقي. أنا الخوت المائدة ديال الإفطار. أيوا خي هذا تيودن المغرب هو تيودن تنوجدو مازال تنوجدو في الطيارة. أوا تحياتي ليكم الخوت تبارك الله على باب ديله. عفتك اخويا او دوما كيف ما كتشوفوا الاخوان هذه راه بعض الراس تا هو متابع ديال الاخ ديال المزيد الله يجازيه بخير. الله يجازيه بخير. كيف ما كتشوفوا حتى لا جاب لينا كل شيء. قلنا له كيف بغينا نتقدم تا من البيض. ها هو تا من البيض جا مسكين والو جابو مسكين والو. غادي تجيو نتوما عند الضياف. الله يحفظك على حسابي. الله على حسابي. الله يقاسم بالله. ايوا اخا هذا تمن ما منساش. الله يخليك عليه والله يجازيك على الشهر المبارك. نزلوا ليه التحيه من هذا المنبر هذا تحياتي ليه. يا الله الخوت بصحة فطوركم.